بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول في سورة الزلزلة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ الله من الشيطان الرجيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ما المراد بالأثقال هنا في الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. المراد بأثقالها أخرجت الأرض أثقالها، إذا زلزلت عند قيام الساعة، المراد بذلك ما فيها من كنوز وما فيها من أموات تخرجهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سلم المسلم على أخيه بالإشارة مع تحريك الشفتين، فهل يكون الرد باليد اليمنى أو اليد اليسرى إذا كان بعيد؟ نعم، يسلم عليه ويشير بيده ليبلغه أنه يسلم عليه، يعني ما يكتفي بالإشارة بل يشير ويسلم عليه ويرد عليه الآخر بمثل ذلك. نعم. يقول السائل: الشيخ، إذا فاتتني الجماعة الأولى في المسجد، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت؟ نعم، يجوز لك أن تصلي في البيت، ولكن الصلاة في المسجد أفضل، وربما تدرك أناس متأخرين فتصلي معهم جماعة. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: ما فضل الدعاء وما هي الأشياء التي تحجب الدعاء إذا استمر طويلا؟ الدعاء هو أعظم أنواع العباد، قد أمر الله به ووعد أن يستجيب، فقال سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وهو لا يخلف وعد، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل سوداني يقول: الشيخ، ما حكم التلاعب بالطلاق؟ وإذا قال الإنسان وهو يمازح الزوجة: أنت طالق، ولكن إنه يقول: لا أريد الطلاق صحيحا. إذا تلفظ بالطلاق وقع، إلا إن كان زائل العقل. إذا كان زائل العقل أو غضبان شديد الغضب لا يتصور ما يقول من شدة الغضب، وأما إذا كان عنده عقل فإن التلفظ بالطلاق يقع ولو كان مازحا أو هازلا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. نعم. السائل الشيخ هذا: لمن تعطى الصدقة؟ وهل العمال الذين عندي في المزرعة أعطيهم منها أو من الزكاة؟ صدقة التطوع أمرها واسع، تعطيها للمحتاجين من العمال وغيره، وأما الزكاة فلا تعطيها إلا للفقراء، إذا كان العمال فقراء ودخلهم لا يكفيهم تعطيهم من الزكاة إذا كانوا مسلمين، بشرط أن يكونوا مسلمين وأن يكونوا فقراء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي مطعم ويشتغل فيه كثير من العمال، وأريد أن أجعل في المطعم كاميرا فيديو لكي أقوم بمراقبتهم، هل يجوز لي هذا؟ إذا كان هذا يعينك على ضبط العمل وضبط العمال لا مانع من ذلك، بشرط ألا تؤذيهم أو تحرجهم بأشياء في العمل، إنما تريد ضبط العمل فقط، الأمانة. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هذا أصيبت أم زوجتي بمرض في السرطان وهي فقيرة، فهل لي أن أعطيها من زكاة مالي لكي تعالج؟ لا بأس بذلك، إذا كانت فقيرة ومصابة بمرض ولا تستطيع تعالج نفسها تعطيها من الزكاة. نعم. يقول: بماذا تنصحونني بكتب الفقه المختصرة لأقرأ بها مأجورين، فأنا في بداية طلبي للعلم؟ طلب العلم ليس بقراءة الكتب، إنما طلب العلم تلقي العلم عن العلماء في حلق التدريس المساجد أو في المعاهد العلمية، كليات الشريعة وأصول الدين، فلا بد إما أن تجلس على العلماء في حلق الذكر، وإما أن تنتظم في الدراسة النظامية. أما أن تطلب العلم على الكتب وقراءة الكتب فهذا خطر على أن تفهم غير المقصود وأن تفتي بغير علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للغسل من الجنابة، هل يكفي التروش بالماء، يعني أدخل الحمام
وأصب على رأسي من الدش. إذا عممت جسمك ووصل الماء إلى جميع جسمك تحت الدش أو غيره أو بالانغماس في الماء الجاري فلا بأس بذلك. نعم. أيضا له فقرة أخرى يقول: بالنسبة للدخول عزكم الله إلى الحمام، هل لا بد من لبس الحذاء؟ نعم، من الآداب تدخل الحمام بالحذاء لتتوقع ما في الحمام من أذى في الأرض. نعم. يقول بأنه رمى الجمرة الكبرى يوم التشريق قبل الأذان بخمس دقائق، يقول: ثم وقفت أدعو فتذكرت ولم أعد الرمي، ثم بعد الأذان رميت ثاني وثالث، هل علي شيء؟ في أي يوم من أيام التشريق؟ اليوم الثالث. نعم، اليوم الثالث تبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، وأما الجمرة الثالثة ليس بعدها دعاء لأنه ينصرف. نعم. يسأل عن حكم قراءة المأموم الفاتحة قبل إمامه في الصلاة الجهرية. لا بأس أن يقرأها في سكتات الإمام، لا بأس أن يقرأ في السكتة التي قبل بداءة قراءة الإمام والتي بعدها وقبل الركوع هكذا. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لإدراك الركعة مع الإمام، إذا يقول كبرت ولم أكبر إلا تكبيرة واحدة للركوع، هل تجزئ هذه الركعة؟ ليست للركوع، إذا نويتها للركوع لا تجزئ، أما إذا نويت تكبيرة الإحرام وأنت واقف معتدل فإنها تجزئ عن تكبيرة الركوع. نعم. يسأل فضيلة الشيخ عن التسبيح، ما هو وقته وهل له صيغ معينة وما حكم كثرة التسبيح؟ التسبيح ليس له وقت معين، يسبح الإنسان متى ما تيسر له ذلك، وهناك تسبيح واجب مثل التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى، هذا واجب في الصلاة، وأما ما عدا ذلك فتسبح في أي وقت سنح لك الفراغ في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة لصلاة الليل، هل هي تقدر بالساعات أو يحتسب الإنسان بعد صلاة العشاء يصلي صلاة الليل وتكفيه؟ نعم، صلاة الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كله وقت لصلاة الليل، إن شاء قدم القيام قبل النوم إذا خشي أن لا يقوم، وإن شاء أخره وهو أفضل إلى آخر الليل ويختمه بالوتر. نعم. يقول في الحديث يا شيخ: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ما المقصود بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والأمور المشتبهات هي التي اختلفت فيها الأدلة ما بين محرم ومبيح، فهذه يرجع فيها إلى العلماء، قوله لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن بعض الناس يعرفونها وهم العلماء، فيرجع إليهم ويسألهم، وإذا لم يتيسر له سؤال العلماء فيتجنب الشبهات استبراء لدينه وعرضه. نعم. يقول في سورة التحريم في قوله تبارك وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ما المقصود بهذه الآية؟ مقصود عتاب زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة، أن الله جل وعلا قادر على أن يبدله بزوجات خير من هؤلاء، هذا تهديد لهن لما حصل منهن مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من سوء التفاهم، فالله حددهن لأنه قادر على أن يبدل رسوله زوجات خير منكن. نعم. يقول هذا السائل: هل يجوز صلاة الجنازة في مصلى داخل المقبرة دون وجود حائل بين المصلى والقبور؟ صلاة الفريضة لا تصلى في القبور، أما صلاة الجنازة يجوز أن تصلى في المقبرة لمن فاتته الصلاة عليها مع الجماعة، صلي عليها في المقبرة، حتى لو دفن الميت وهو لم يصلي عليه صلي على القبر، وأما اتخاذ مسجد داخل المقبرة هذا إنما يكون لصلاة الجنائز أو يكون للعمال الذين يعملون في المقبرة، بشرط أن يفصل عن المقبرة بجدار بينه وبين المقبرة. نعم. هذا يسأل يا شيخ يقول: ما المراد بأصول الفقه، وهل علم أصول الفقه له صلة بعلم الكلام؟ أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، وهذا علم خاص، هذا علم خاص ما يدرك بالمطالعة ولا بالقراءة، لا بد من الجلوس على العلماء وأخذ هذا الفن عنهم. نعم. يقول هذا السائل يا
شيخ، هل في الأموال الخيرية كأموال التي تدفع لحلق تحفيظ القرآن الكريم هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. ما يدفع للجمعيات الخيرية لأجل أن يصرف في وجوه الخير ليس فيه زكاة، لأن مصرفه مصرف الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول: بالنسبة للشاب المتزوج حديثا وقد توظف حديثا وراتبه لا يكفي، وهو في 25 وقد تزوج ولم يؤدي فريضة الحج ولم يؤدي العمرة. نعم، إذا تزوج زواجه صحيح ويؤدي الحج والعمرة فيما بعد ذلك إن شاء الله، حجة الإسلام وعمرة الإسلام لا بد منهما فيؤديهما. نعم. هذا معلم يقول: فضيلة الشيخ، أنا معلم منذ سنوات وأحس بأنني قصرت الحقيقة في التدريس، وأريد أن أبري ذمتي وقد بلغت من العمر الكبير، فكيف أحلل هذا الراتب الذي يستلمه كاملا؟ ما دام أنه ملازم للتدريس ولكن قد يتغيب بعض الأحيان، إذا كان له عذر فلا بأس بذلك، وأما إذا تغيب من غير عذر فلا يحل له ذلك. الواجب أن يؤدي العمل لأجل أن يأخذ في مقابله الراتب، إذا كان عنده شيء أخذه وهو متغيب ولم يؤدي العمل فإنه يتصدق به إبراء لذمته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول السائلة بأن أختي الكبيرة اشترت ذهب عن طريق الشبكة، فما حكم شراء الذهب من المحلات عن طريق الشبكة أو بالتقسيط المريح؟ لا يجوز هذا. الذهب إذا اشتري بنقود، إذا اشتري الذهب بنقود فلا يجوز تفرق قبل التقابض، لأن هذا يجري مجرى الصرف. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الربويات قال: فإن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد يعني تقابض في المجلس، فمن اشترى ذهبا أو حليا من الذهب أو الفضة بنقود فلا بد من التقابض في المجلس، ولا يجوز التأجيل ولا يجوز التفرق قبل أن يقبض كل منهما ما له على الآخر. نعم. هذا السائل يا شيخ صالح يقول: هل يجوز لي أن أصلي العصر في مسجد وأحجز مكانا في الصف الأول لأجلس فيه بعد المغرب لحضور الدروس، مع العلم بأنني سأذهب لأقضي بعض مصالحي بين العصر والمغرب؟ إذا كنت خرجت لقضاء حاجة بنية الرجوع إلى المسجد فلا بأس أن تجعل في مكانك شيئا يعرف الناس أنك سترجع إليه، تعود إليه، فلا يجلس فيه أحد. أما إذا كنت تذهب إلى أعمالك وإلى نومك وإلى أكلك وشربك في البيت أو إلى جلوسك مع الناس أو مع عائلتك فلا يجوز لك احتجاز المكان، المكان لمن سبقنا. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أتقدم لخطبة فتاة والدها مقصر في أداء الصلوات وهو المسؤول عن أسرته؟ الأولى أن تتجنب هذا المكان، هذا البيت الذي لا يحافظ قيمه على الصلاة، ولكن إذا كانت المرأة التي تريد الاقتران بها طيبة ومحافظة على الصلاة فلا بأس بذلك وإن كان والدها مقصرا مع مناصحته. نعم. وصل هذا السؤال يقول فيه السائل: رجل اشترى دخان من صاحب محل بمبلغ آجل وكبير، فلما حل الأجل رفض المشتري سداد ما عليه وبدأ يماطل بحجة أن هذا الدخان حرام، فما حكم هذا العمل مأجورين؟ هذا يرجع فيه إلى المحكمة، هذه مسألة خصومة يرجع فيها إلى القاضي في المحكمة الشرعية. نعم. كم المسافة بين المصلي والسترة؟ المسافة بين المصلي والسترة 3 أذرع، 3 أذرع لا يمر أحد من خلال هذه المسافة بينه وبين سترته. نعم. أحسن الله إليه فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول بأن أخي مبتلى بوسواس، وهو ولله الحمد متدين ومحافظ على الطاعات، فما الواجب عليه؟ لأنه يجلس عند المغسلة للوضوء كثيرا ويقول: عدوا لي كم توضأت. الواجب ترك الوسواس، أن عند وجود الوسوسة استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويترك الوسواس. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعيذ بالله من الشيطان ولا يلتفت إلى الوسواس، ويجزم على عمله الذي يريده من وضوء أو صلاة أو غير ذلك، ويذهب عنه الوسواس بإذن الله ولا يلتفت إليه. نعم. هذا السائل له مجموعة من الأسئلة يبدأها بالسؤال الأول وهو:
قضية صلاة العيد فضيلة الشيخ، هل تصلى في المساجد والجوامع؟ نعم، إذا دعت الحال إلى ذلك لا بأس، والأفضل أن تصلى في صحراء خارج البنيان، هذا هو الأفضل. نعم. يقول: ما هي الآداب المتعلقة بالخروج لصلاة العيد؟ الآداب أن يتزين لصلاة العيد، وأن يتطيب، وأن يمشي إلى الصلاة إذا كان المصلى قريبا لتكتب له خطواته، وأن يشتغل بالتكبير، يشتغل بالتكبير إلى أن يحضر الإمام. نعم. يقول هذا السائل: شيخ، رجل دخل المسجد لصلاة الاستسقاء فجلس ولم يصلي تحية المسجد، فما الحكم؟ الحكم أنه يصلي تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخله لأي غرض فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا هو المتأكد. قد اختلف العلماء هل هذا واجب أو من أمر استحباب على قولين، والاحتياط أن الإنسان يصلي تحية المسجد خروجا من الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: منذ سنوات وعند أدائي للعمرة أطوف طواف الوداع ولا أتركه، فما القول الراجح في طواف الوداع للعمرة؟ أحسن، هو طواف الوداع للعمرة أحسن، أما الوجوب ليس بواجب، إنما طواف الوداع للحج. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجاج بطواف الوداع، قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأما العمرة فلم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين أن يطوفوا للوداع، ولكن إذا فعل ذلك فهو أحسن وأحوط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: هل هناك دليل وارد على قراءة سورة البقرة على من به مس؟ لا أعرف في هذا دليلا، قراءة سورة البقرة على من به مس، لكن يقرأ عليه ما تيسر من القرآن، خصوصا سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، هذا متأكد القراءة بهما للورد وللرقية غير ذلك. أما قراءة البقرة كاملة فلا أعرف دليلا على ذلك. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: هل هذا صحيح بأن الصحابة كانوا يستبشرون بدخول الشتاء؟ لا، يروى عن عمر رضي الله عنه أنه يحب ليالي الشتاء لأجل قيام الليل، لأن الليل يطول في الشتاء، ويحب هذا لأجل القيام، هم لأجل النوم، إنما لأجل قيام الليل رضي الله عنه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين على ما بينتم لنا في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، وتقبلوا تحيات زميلي المهندس عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء من مكتبة الشيخ بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.